فقد بصره وهو في الثالثة، ولم يعقه من أن يكون عميد الأدب العربي، إنه طه حسين. عميد الأدب العربي الحديث وواحد من رواد التنوير، إنه الأديب طه حسين. ولد طه حسين في محافظة المنيا بصعيد مصر في 14 من نوفمبر عام 1889. كان ترتيبه السابع بين 13 طفلاً في أسرة من الطبقة المتوسطة. أصيب في سن مبكرة جداً بعدوى في العين، وبسبب سوء التعامل مع مرضه وعدم تلقي العلاج اللازم أصيب بالعمى، وكان عمره 3 سنوات. تم إلحاقه بالكتاب حيث يتعلم الأطفال القراءة والكتابة، ثم أرسل إلى جامعة الأزهر حيث درس الفقه والأدب العربي بالطريقة التقليدية. شعر بخيبة أمل عميقة من طريقة تفكير معلميه التي تفتقر إلى الإبداع، وفي عام 1908 وصلته أخبار عن تأسيس جامعة علمانية جديدة كجزء من الجهد الوطني في سبيل تعزيز وتطوير التعليم في مصر تحت حكم الاحتلال البريطاني، وكان حريصاً جداً على دخول هذه الجامعة. وعلى الرغم من أنه كان كفيف البصر وفقيراً، لكنه استطاع أن يتغلب على العديد من العقبات التي واجهته، وتم قبوله في تلك الجامعة. وقال في وقت لاحق في مذكراته الأيام إنه شعر بأن أبواب المعرفة قد تفتحت له منذ دخوله الجامعة. وفي عام 1914 كان أول خريج في هذه الجامعة، حيث حصل على الدكتوراه مع أطروحته عن الشاعر والفيلسوف أبي العلاء المعري، ثم حصل على شهادة الدكتوراه الثانية في الفلسفة الاجتماعية في عام 1917 من جامعة السوربون في باريس. وفي عام 1919 حصل على دبلوم في الحضارة الرومانية من الجامعة نفسها. وفي عام 1919 حصل على دبلوم في الحضارة الرومانية من الجامعة نفسها. وكذلك في عام 1919 تم تعيينه أستاذاً للتاريخ في الجامعة المصرية. وعندما تولى منصبه وزيراً للتربية والتعليم في عام 1950 وضع شعاره الشهير التعليم كالماء والهواء. نجح طه حسين في جعل التعليم الابتدائي والثانوي متاحاً للجميع، واتجه إلى النشر في صحيفتين كان رئيس تحريرهما بعد طرده من منصبه أستاذاً للأدب العربي الكلاسيكي في الجامعة المصرية بسبب رد فعل الجمهور على كتابه في الشعر الجاهلي الذي كان مثيراً للجدل إلى حد كبير في كل من السياسة والأدب. أصدر طه حسين كتاباً بعنوان الصفحات المختارة من الشعر اليوناني الدرامي عام 1920، ومجلداً آخر بعنوان النظام الإثني في عام 1921، وقادة الفكر في عام 1925. وهكذا فإن الصلة بين ثقافته العربية والثقافة اليونانية كانت نقطة تحوله من كاتب إلى مفكر. لم يكن طه حسين متأثراً بالفكر اليوناني في عمله الأدبي فقط، بل تأثر به في كتبه عن السياسة والحضارة. أثرت الكتب التي أصدرها بعد عودته من باريس بقدر كبير على الأدب الكلاسيكي العربي الحديث. ومن أهم أعماله الأيام ودعاء الكروان والمعذبون في الأرض وفي الشعر الجاهلي. كان طه يعلم أن الحكومة التي تولت السلطة تلك الفترة لا تقرأ أعماله، وإن قرأت فلن تفهم مغزى ما يكتب، واستطاع أن يهزم قمع الطغاة وهرب من سلطة الرقابة على أعماله. وانتخب طه حسين عضواً في العديد من الأكاديميات التعليمية في الدول العربية، وقد تشرفت العديد من المؤسسات الدولية باستقباله، حتى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم تبالي إلى أوامر رئيس الوزراء حينها إسماعيل صدقي الذي حذر من توفير فرص العمل لطه حسين. وقامت الجامعة الأمريكية بتخصيص قاعة إيورت لتنظيم وممارسة الأنشطة الثقافية واللقاءات الأدبية، حيث حرص الكثيرون على الحضور والاستماع إلى طه حسين، وانتشر لقبه الذي يعرف به حتى اليوم عميد الأدب العربي. قدم له الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة العليا التي تقدم عادة إلى رؤساء الدول. وفي عام 1973 حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.